السلام عليكم البنات، واش راكم؟ نتمنى انكم بخير وعلى خير. ونرحبوا دائما بالمتابعات الجدد اللي راهم معنا. اليوم راح نوجدوا القطايف. انا في هاد المره قصيتهم الحبه كبيره، جات شويه كبيره. المهم واش راح نقول لكم، اللي حب تشوف معنا الوصفه ما عليها غير تعرف تدير ابوني وجيم وترجع نكمل الوصفه مع بعضنا. سي فو فولي فوار لا بيان سور لا ريسيت نيزيتي با دو ميتر ان جيم و فوز ابوني على الشان و اون ريفيان بور فوار لا ريسيت. نبداو على بركه الله. بسم الله، هنا عندي العسل دميال. بالنسبه للكميه تاع العسل تختلف على حسب البلاطو تاعي. كما تشوفوا هنا انا عندي كميه قليله برسك 250 غرام، وعندنا هنايا ملعقه او ملعقتين تاع الاكل تاع الزبده. راح نحطهم على نار هاديه، جو في لي ميتر سور فودو حتى تذوب لي الزبده تاعي، ونطفي عليهم نخليهم تبرد. بالنسبه للحشو تاعنا دائما كيما نقول على حساب واش عندكم، جوز لوز كاوكاو بيستاش على حساب واش عندكم. انا هنا استعملت الجوز، راح نديرو 3 كيلات نتاع الجوز مع كيلة نتاع السكر. دونك بور لا فارس moi je vais utiliser les noix chacun ce qu'il a que ce soit les noix, les noisettes, noix de cajou, les amandes, les cacahuètes. Je vais faire trois mesures de noix avec une mesure de sucre. Kima rakom tchoufou lehna. Hna rah ndif el kilo taعي تاع السكر. Donc j'ajoute la mesure de sucre. بالنسبة لكيلة تاع السكر راني نقص منها شوية. دونك pour la mesure de sucre j'ai pas mis toute une mesure, j'ai moins un doigt, une mesure moins un doigt. Voilà, on mélange bien. هنا واش راح ندير، راح نضيفو ما زهر. بالنسبة لما زهر ما تكثروش، راهي تجي مبخبخة برك، راهي ما تجيش كي العجينة. دونك جاجوت لو دو غوز بور لا كونتيتي دو دو غوز يفو با ميتر اون غوند كونتيتي ابخي سخا كوم اون بات نو جو با سا. بور لا تكستور دو لا فارس فوز الي فوار كومون ال سوغا. هنايا كيما راكم تشوفوها جهد ما بليتها غير شوية. Donc pour ma farce, comme vous voyez la texture, هنا جبت البلاطو تاعي اللي راح ندير فيه القطايف، راح ندهنه بالزبده. جو بور مون بلاطو افيك جو بور مون بلاطو. بعدها واش راح نديرو، راح نحطو القطايف تاعنا. دونك جو في ميتر مي قطايف كيما راكم تشوفو، جو في بيان لي زورغانيزي سوغ لو بلاطو. راح نعدلهم مليح في البلاطو تاعي. راح نكمل بطبيعة الحال نكوفري او نغطي كامل بلاطو تاعي بكمية لا بأس بها، نقسم لاباط تاعي على زوج كيما راكم تشوفوا هنا. بعد ما حطيت القطايف تاعي راح نديرهم شوية تاع الزبدة. دونك جو في ميتر ان بو دو بوغ، نسقيها بشوية برك تاع زبدة ذايبة ماشي بزاف. بعدها واش راح ندير بعد ما نكمل، راح نحطها في الفور تحمر لي من الفوق. دونك شوي ما تخو فوق بور لا فير دوري او دسي.
اللي عجبني في هذه الطريقة أنه القطايف تاعكم من الداخل ما يجيوش نيين. Pour cette méthode, le قطايف sera bien cuit. Il sera pas... يكونوش نيين من الداخل. هنا يا بعد ما حمرتهم من الفوق وش راح نزيد ندير؟ راح نحط الحشو تاعي كما راكم تشوفوا. دونك شوي ماتر ما فارس، انا راني حمرتها غير من الفوق وحطيت لافارس تاعي. دونك جلي في دوغي او دسو اي شوي ماتر ما فارس. كما قلت لكم الطريقه هذه مش راح تجيكم نيه، راح تجيك كروستيونت. بور لي قطايف دو سيت ميثود اسرا كروستيونت دو دون. بعد ما كملنا، بعد ما حطينا لافارس تاعنا لي لازمه، راح نكمل نحط القطايف من الفوق. الكميه اللي بقات لي او نصف الكميه تاع القطايف اللي بقات لي كان يقولها الكنافه، دونك راح نحطها من الفوق. اذا هنا واش عندنا؟ جوي ميتر لو غاست دو مي قطايف او دوسو وبيا الكنافه. اذا بعد ما حطيناهم حطينا نصف الكميه اللي بقات لنا. بطبيعة الحال واش راح نزيد ندير لها؟ راح نزيد نرشها بشويه تاع الزبده تاعي من الفوق. شويه ما تخان بو دو بور بو لا فير دوغي او دوسو اي اون دوسو. بعدها ندخلها للفور نحمرها من التحت ونحمرها من الفوق. من التحت باش طيب لي بطبيعة الحال، ومن الفوق ثاني باش طيب لي. هاي الان انا راح نلوحها للفور انا. Donc je vais la mettre dans le four pour la faire dorer au-dessus et en dessous. هذه هي القطايف تاعنا كيما راكم تشوفوا فيها بعد ما حمرناها في الفور. هنا بالنسبه للعسل تاعي اللي بيان فخوا، بالنسبه للعسل تاعي راهو بارد، راح نسقيها بالعسل، نسقيوها مليح. بالنسبة كما قلت لكم كمية العسل على حساب القطايف تاعكم، إذا شتوه باللي قليل زيدوا كمية، زيدوا طرف تاع العسل وذوبوه مع زبدة. سي فو تخوفي كو لو ميالي لا كونتيتي نو سوفي با، فو بوفي اجوتي انكور بيان سور. نسقيها مليح ونخليها تبرد تشرب لي في عقلها. هنا سخونة والعسل بارد. بوغ مي قطايف سون شوت mais le miel est bien froid. اذا كما راكم تشوفوا هذا هما القطايف اللي وجدناهم مع بعضنا. كما راكم تشوفوا في اللون تاعها من الداخل راهي جات دوغي، على خاطر كما قلت لكم حمرناها وما تجيكمش نيه بهذه الطريقه. سي فو زافي ايمي لا فيديو، اذا حبيتوا لا فيديو ما عليكم غير تخليو لي جيم و كومونتير باش نعرف ارائكم. سي فو زافي ايمي لا فيديو نيزيتي با دو ميتر ان جيم كومونتير بو سافوار فو زافي.